بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدأ في جزئية جديدة بعنوان Time Value of Money، قيمة المبالغ. السؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن، لو أنا قلت لك بعطيك 1000 ريال أو 1000 دولار، وقلت لك أنت عندك 2 options، إما أعطيك إياها اليوم أو أعطيك إياها مثلا بعد سنة، ايش افضل خيار؟ هل انك تاخذ الفلوس دحين او تاخذها بعد سنة؟ الجواب المهم انه افضل تاخذ الفلوس دحين. ليش؟ لانه انت لو زي ما احنا عارفين، يعني انت اسأل نفسك كلام، فاكر لما كان العام قبل 10 سنوات او قبل سنة، خلينا نقول قبل 10 سنوات، لما كنت تدخل بقالة ب10 ريال تقدر تشتري فيها بيبسي بريالين ونص او بريال وما الى ذلك، صح؟ الان كم قيمة البيبسي؟ صارت 1.5 ريال. فال1000 ريال اليوم تاخذها افضل من 1000 ريال بعد سنة وبعد 10 سنوات. ليش؟ لانه انت في حيكون في تضخم في الاسعار وفي تضخم اقتصادي وما الى ذلك. فعشان كذا قيمة الفلوس اللي بتاخذها دحين افضل من تاخذها بعد سنة او بعد 10 سنوات، تمام؟ هذه النقطة المهمة. طيب ليش السبب هذا؟ لانه الفلوس لها قيمة مع الزمن، time value of money، كل ما الزمن بيتقدم قيمة الفلوس بتقل. فالريال اليوم ما هو نفس الريال بعد سنة، وهكذا. وضحت؟ وهذا طبيعي. انت الان كل شيء صار غالي وفي اشياء كثيرة داخل فيه. يعني انت الان لو تجي تقول لي انا بديك 10 ريال، اسأل مثلا اي واحد زمان، اسأل ابائنا ولا حد قبل 20 سنة، قبل 40 سنة، كان 5 ريال يشتري بيها سندويتش، ويشتري بيها 3 سندويتشات بريال وعصير. لكن الان السندويش الواحد فوق 7 ريال، فبسبب التايم فاليو اوف ماني والتضخم في الامور الماليه. طيب ايش حنستفيد من الكلام ذا؟ هنا احنا اخذنا في الفيديوهات السابقه قانونين جدا مهم. اول شيء الفيوتشر فاليو، القيمه المستقبليه للفلوس، والبرزنت فاليو، وربطناها بقانون جدا مهم. قلنا هذا هو الاس يساوي البرزنت في 1+R في التي، حيث أن الآر هو الريت والتي هو الزمن. طيب ممكن نحرك القانون شوية، نكتب البي بهذا القانون. أنا عندي هذا القانون، القانون رقم 1 والقانون رقم 2. إيش أستفيد من الكلام هذا؟ الآن بديك مثال هنا نفهم الفكرة. طبعا أنا بقول لك بارتيكل انفستمنت هاز ديفرنت فاليو اون ديفرنت ديتس، تقول لك الاستثمارات لها قيم مع حش مع قيم مع اختلاف الأوقات. طيب إيش الكلام هذا؟ التالي، الآن نفس الكلام، لو أنا أديتك 1000 ريال اليوم ما حتكون نفسها 1000 ريال بعد 6 شهور أو بعد فترة من الزمن. طيب لو جيت وقلت لك أنا أعطيتك التالي، قلت لك أنا أعطيتك 1000 ريال، قلت لك 1000 ريال وأعطيتك الانترست ريت 16%، وقلت لك هل حتكون الفلوس هذه نفسها بعد 6 شهور؟ لا. ليه؟ لأنه في معدل فائدة زي ما تعلمنا. فلما تطبق القاعدة اللي هي إيش هذه الفيوتشر فاليو، حتضرب 1000 في 1+R 16%، في كم؟ في 6/12، صح؟ لأنه 6 شهور، قلنا الشهور نقسمها على 12 حيطلع عندك هذا المقدار. فإيش تلاحظ؟ تلاحظ انه كل ما زادت الاستراند في فائده، تمام؟ انت بتاخذ فائده لكن الفلوس ما حتكون نفسها، تمام؟ طيب بديك مثال اخر. لو جيت قلت لك الان 3 شهور، انا قلت لك انا مثلا التايم تبعنا 6 شهور، 6/12، 12 لو كان عمرك شهور. لو قلت لك طيب لا انا باك ابا ايش اباك ترجع كمان 3 شهور، يعني حيكون عندك هنا 3/12. ارجع احسب لي احسب لي الفلوس، حتقول لي حاقسم 1000 على 1/1 في التايم 6/12، اعطيك يعني ربع. طيب ما فهمت الكلام هذا دحين، ولخص لي اياك لخص لك الكلام ده في نقطتين. اول شيء زي ما تعلمنا هذا ايش التايم ستراكشر، التايم
تبع ايش؟ الفلوس. طيب قلنا في البداية تحط الريت، هو قال لك انا اعطيتك الالف ريال هذه ناو، بعدين قلت لك احسب لي الفلوس تمام خلال 6 شهور، وكمان قلت لك ارجع 3 شهور احسب لي اياها تمام. طلعت لاحظ عندك هنا في النهاية بعد 6 شهور 1080، لما رجعت طلعت 961. ايش الكلام ده مصاب؟ ماني فاهم، فهمنا اكثر. طيب ملخص الكلام كالتالي، انا حسب السؤال لو طلب مني قيمة حالية او قيمة فيوتشر او قيمة في الماضي، قوانين حنمشي عليها. لو قال لك اباك تحسب لي الفلوس في السابق هستخدم هذا القانون، لو قلت لك في الفيوتشر هستخدم هذا القانون. يعني باختصار لا ملاحظتين هذه، يقول لك لو انت لو بتعمل فورورد للفلوس، يعني ايش؟ يعني ترسم خط الزمن الان. خط الزمن هذا يبدا من الصفر مثلا 1 2 3 وانت طالع. لو انت بتمشي كذا تمام، حيكون عندك لو تمشي كذا وقلت لك مثلا احسب لي الفلوس عند الزمن 2 او عند الزمن رايح يعني من اليسار لليمين فورورد، هستخدم القانون هذا. الفلوس اللي عندك مثلا نسميها بي في 1 + r في تي. طب لو قلت لك انت انا اعطيك الفلوس في الفيوتشر وباك تجيب لي فلوس مثلا دحين بريزنت او في فتره ماضيه، هتستخدم هذا القانون. انت هتمشي كذا، هتستخدم هذا القانون. الفلوس اللي عندك ما تسميها اس ولا اي حاجه، على 1 + r في التي. ايش يعني انت رايح للسابق؟ يعني انا اقول لك الان انا كمستثمر بعطيك المبلغ بعد 6 شهور بقيمة 1080. حلوين، انت عارف الفلوس اللي بعد 6 شهور حتجيك 1080. طيب كم قيمتها الحين؟ هذا معناته بترجع انت باكورد. حلوين، هذول القوانين المهمين. طيب هنا ملاحظة، اقول لك القاعدة الثانية اللي هنا هي نفسها. لما اقول لك اضرب الفاء، اضرب المبلغ في 1 + r والسالب 1، صحيح؟ لانك انت تقدر ترفع هذا البسط، حيطلع عندك الفلوس مضروبة في 1 + r والسالب 1. احنا نعرف اي حاجة في المقام يرفع البسط غير اشارة الاس 7، واضحة؟ طيب اذا ملخص الكلام هنا، انا كل فترة لو انا عندي مبلغ واستثمرته، قيمة الفلوس اليوم مش نفسها قيمة الفلوس بكرة، مش نفس قيمة الفلوس بعد سنة. حلوين، تعال ناخذ مثال. هنا يقول لك اهم شيء هذا القانونين، هذا القانون يعني الخص لك هنا باختصار شيء جدا. لو انت عندك هذا التايم لاين لازم تكون عارف وفاهم، مثلا 0 1 2 مثلا 4. لو انت بتمشي كذا وطلبت منك مثلا الفلوس هنا ولا في الزمن واحد ولا في الزمن أنا رايح، انت رايح الفيوتشر، حيكون عندك الفلوس 1 + r. لكن لو قلت لك امشي عكس، حتقول لي الفلوس اس اي حاجه، انا بس بحط لك الرموز على 1 + r. اوكي، طيب تعالوا كذا ناخذ امثله ونفهم الفكره. هنا يقول لك جاك بروز سم اوف ماني تمام، اخذ او اقترض مبلغ من المال من بنك. انتيرز ذا اجريمنت يعني باتفاقيه، بس يقول لك لازم البي باك. عشان البي باك فتره الاسترداد، بمعنى مقدار الوقت المستغرق لاسترداد تكلفه الاستثمار، هذا البي باك تمام. قال لك 1000 r خلال 9 شهور من اليوم. حط لي خط على هذا الكلام. ايش يعني الكلام ده؟ يعني انت تيجي طبعا ترسم التايم لاين تبعك، وهو عارف انه تمام بعد 9 شهور
بعد 9 شهور تمام الفلوس حتكون 1000 يعني فيوتشر، هذه 9 على 12 اوكي. طيب وهنا عارفين في البداية صفر، التايم صفر، ونحط الصفر تحت وفوق، خليها تحت مو مشكلة ما تفرق معانا. طيب كمل هنا، قال لك البي باك حيكون 1000 ريال او 1000 دولار خلال 9 شهور من الان. عرفنا انه هذا الالف هذه بعد 9 شهور حتعترف انه حتكون عندك 1000 ريال. طيب ايش المطلوب؟ هاو ماتش هي ريسيف ناو، حط لي خط على كلمة ناو. if the agreed of rate اعطاك ال 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 r interest rate 12% per annum سنوي. طيب بعدين قال لك how much does he owe after 4 months، وبعد 4 شهور كمان كم حتكون الفلوس. افترض انه he wants to repay his debt at the end of 1 year، يعني برضو في نهاية السنة عندك 3 cases. طيب how much will have to pay then. طيب اول حاجة ارسم خط الاعداد التايم لاين، بعدين لاحظ وش طلب عندك ناو، يعني عند الزمن صفر انت الان هنا، وبعدين هو اساسا قال لك الفلوس حتكون بعد 9 شهور 1000، يعني هذه في الفيوتشر كتبتها، ركزوا في الكلمات. بعدين قال لك طيب بعد 4 شهور يعني عند الزمن 4، وبعدين قال لك كمان في نهاية السنة. نهاية السنة كم شهر؟ 12. فنقدر احنا مثلا نرسمها بشكل كذا بسط كالتالي، خط الصفر ناو، بعدين قال لك في بعد 4 شهور، واساسا الفترة التاريخ تاريخ الاسترداد تمام بعد 9 شهور، 9 على 12. وكمان في السؤال طلب منك في نهاية السنة انا ابغى 12 على 12، يعني في نهاية السنة يعني ايش؟ يعني السنة يعني في يعني 12 شهر. حلوين. طبعا ايش المعطى عندك؟ المعطى التالي اعطاك الفلوس عند 9 على 12، هذه كم؟ 1000. يبغاك تحسب لك في 3 كيسز، هذه عند الصفر، عند الناو، وبعد 4 شهور، وبعد فترة سداد الاستحقاق ب3 شهور. طيب يعني نبدأ حبة حبة. انت هنا انت عارف الفلوس هنا صحيح؟ الان تبغى تعرف ناو هنا كذا، يعني انت رايح يمين ولا يسار؟ رايح يسار، يعني بترجع باكورد صح؟ انت عارف الفلوس اللي هنا. طيب ايش حتسوي؟ ترجع القانون ايش؟ باكورد ولا فورورد؟ باكورد حتستخدم هذا القانون اس على 1 زائد. ايش اللي هي اس؟ الفلوس اللي عندك حتقول 1000، هو انا كاتبه هنا بي نوت عند الزمن ناو 1000 على 1 زائد 0.12 في التي، التي 9 على 12. ليش التي هذه؟ كيف تحسبها التي هذه اللي في القانون؟ في القانون هنا عندنا التي هذه فرق السنوات. كيف يا مصعب؟ مني في فرق السنوات. ما هو الان انت تعرف انه فترة الاسترداد كاملة 9، فتقول 9 ناقص 0 ب9، 9 على 12، طلعت الفلوس 917.43. إذا الفلوس اللي عندك دحين هذه هي 917.43، واضح؟ طيب خلصنا من الفقرة الأولى، مهم جدا تفهم الباكورد والفورورد. في الفقرة الثانية قال لك إذا أنت تبغى تعرف الفلوس بعد 4 شهور، طيب حتيجي بنفس الطريقة، حتقول لي دحين انت هنا صح؟ بنفس الطريقة انت عارف الفلوس، عارف الفلوس الالف، بترجع كذا باكورد، استخدم هذا القانون. الاس عندك 1000، الار عندك التي كم؟ فرق السنوات. كم الفرق بين 9 و4؟ حتقول 9 ناقص 4 5، فتشوف ايش؟ فحيكون عندك كم؟ 5 على 12. وضحت؟ طيب
خلصنا من الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة وتضرب وتطبق العلاقة حيطلع لك هذا المبلغ. تجي الفقرة اللي بعدها قال لك طيب في نهاية السنة كم؟ نهاية السنة حيكون 12 شهر. طيب انت واقف هنا، لاحظوا معايا، انت واقف هنا وانت عارف الفلوس اللي بعد 9 شهور ابغاها بعد 3 شهور، يعني رايح فورورد. طب كم الفرق بين 9 وال 12؟ 3 شهور. فحتستخدم ايه قانون حق الباك والفورورد؟ فورورد هذا هو 1000 في 1 زائد ار تمام في 3 على 12. ليش 3 شهور؟ لانه الفرق بين 9 وال 12. هذا الجواب وضحت؟ اذا كمية الفلوس اللي حتاخذها نهاية السنة 1030، لاحظ انه كيف نستخدم الطريقة، واضح ان شاء الله الفكرة؟ لازم تعرف الكلمات المفتاحية. هو معطيك ايش؟ ملخص السؤال التايم لاين، هو اعطاك الفلوس من 9 على 12 اللي هو بعد 9 شهور، ويبغاها ناو. ناو يعني انت الصفر لسه، ما تحركت، ما وصلت لاخر الفترة اللي يبغاها، بعدين يبغاها بعد 4 شهور، ويبغاها ايش؟ في نهاية السنة. قلنا اذا رجعت كذا هنستخدم القانون اللي هو ايش؟ الفلوس في 1 زائد ار في تي، صح؟ لو بترجع كذا سوري، اس على 1 زائد ار في تي. لو بتمشي هذا بتمشي ايش؟ باكورد. لو بتمشي كذا فورورد هستخدم القانون بي في 1 زائد ار في تي. وضحت؟ اوه شوفوا، نرجع باكورد حنستخدم هذا القانون، الفورورد حنستخدم هذا القانون. واضحة؟ ولازم تعرف فرق السنوات، ايش هي تي فرق السنوات. طيب تعال ناخذ هذا المثال. هنا يقول لك ميلاين ووز 500 حيكسب وحياخذ فلوس 500 خلال 8 شهور. هذا معناته يعني اعطاك الفيوتشر، يعني بعد 8 شهور الفلوس حتكون عنده 500 دولار. طيب في الحالات التالية كم ايش الدين او الفلوس كم حتكون في الحالة التالية؟ بعد سنة، بعد 6 شهور من الان ودحين، سوري ناو، بعد 6 شهور وبعد سنة. طيب نفس المثال بالضبط، ما في اي فكرة، ارسم خط الزمني، حط البداية الصفر يعني ناو، بعدين عندك 8 على 12 تمام، هذه 8 على 12 اللي هي ايش؟ في تاريخ سنة الاستحقاق، وبعدين كمان يبغاها بعد ايش؟ 6 شهور. تعال تيجي ترسم خط هنا 6 تمام، 6 شهور، ما يحتاج تكتب 6 على 12، خليها كذا بدون ايش؟ قسمة. هنا حيكون عندك 8، هنا 6، وبعدين ايش كمان؟ بعد هنا كمان حيكون نهاية السنة اللي هي ايش؟ 12 شهر. طيب انت واقف هنا بعد 8 شهور تعرف انك تاخذ 500، يبغى ناو. ناو يعني انت بترجع كذا، طبق القانون على طول، باكورد على طول، حتقول الفلوس اللي عندك اهو فقر ايه، الفلوس اللي عندك على 1 زائدا الريت اعطاك اياه في 8 ناقص 0 يعني 8 على 12، حيطلع اللي يطلع. طيب 6 شهور من الان، 6 تحسب ايش الفترة كاملة اللي هو قال لك اللي حتى انت عارفها كم؟ 8. الفرق بيناتهم كم؟ 8 ناقص 6 كم؟ 2. تستخدم نفس القانون باكورد، نعم باكورد، بترجع من هنا لهنا نفس القانون، بس انتبه لايش؟ التايم، حيطلع عندك هذا المبلغ. طيب بعد سنة، بعد سنة انت عارف فلوس تاخدها بعد 8 شهور. طيب كمان لو زرت 3 شهور زيادة، يعني الفرق كم حيكون بين 8 ل 12؟ 3. فماشي فورورد، حتمشي كذا، حتطبق القانون ايش هو؟ اللي هو بي في 1 زائد ار في تي. البي 500 والتايم هنا حيكون كم؟ 8 زائد 8 و 12 كم؟ 8 من 8 و 12 كم الفرق؟ 4. فتقول 4 على 12 يطلع 525. وضحت؟ ان شاء الله الامور جدا بسيطة في هذا المثال. فقط ايش؟ تنتبه لحاجتين زي ما قلنا، التي
اللي هو فرق السنوات، وتنتبه انت رايح فورورد ولا باكورد. حلوين. اذا رايح فورورد حتستخدم القانون الفلوس في واحد زائد ار في التي، لو بترجع باكورد حتستخدم الفلوس مقسومة على واحد زائد ار في التي. هذا قانون وهذا قانون.